ليه بنتكلم على الارقام 1 و2 و3 4؟ احنا بنعمل افلام وفي الاخر نفسنا كلنا الافلام تبقى نمره 1. مش معنى كده ان احنا احسن والتاني اوحش او العكس صحيح خالص خالص. هو كل واحد بيجتهد ان احنا نعمل افلام عشان يسعد الجمهور. عايزين نبطل فكره انا الاول وانا الاوحد وانا انا ما بحبش الكلام ده خالص، لان انا عملت فيلم اجتهدت فيه واتمنى ان هو يعجب الناس، واتمنى ان انا انجح وسط زمايل ناجحين، مش احسن من حد ولا حد احسن ولا لا لا خالص خالص. فما تربناش على كده وما شفتش الكلام ده خالص مع الاساتذه استاذ عادل امام واستاذ محمود عبد العزيز واستاذ احمد زكي. ما كنتش بسمعهم بيتكلموا في الكلام ده خالص. عمري ما سمعت الاستاذ عمرو دياب مثلا بيقول على نفسه انا ومن بعد. يعني عايزين نبطل الكلام ده، ارجوكوا اللي هو انا على الايرادات فانا الاحسن وانا الافضل خالص خالص. احنا بنعمل فيلم والهدف في الاخر كلنا كفنانين ان احنا نعمل حاجه تسعد الجمهور. كون ان انا اجيب اعلى الايرادات مش معناه ان انا احسن من الناس او انا مختلف عنهم خالص. انا ربنا كرمني السنه دي وهيكرم غيري السنه الجايه وهكذا. كل اللي انا باكد عليه ان انا هجتهد في اللي بعمله من سنه للتانيه عشان اعمل افلام تعجبكم. بس هجتهد في ده. ان عجبتكم السنه دي الحمد لله، اذا ما عجبكوش قوي السنه الجايه هجتهد عشان تعجبكم السنه اللي بعدها. الموضوع بسيط قوي قوي، مش محتاج اكتر من كده. السر في اعجاب الناس الاجتهاد الحمد لله. المخرج الكبير اللي انا بشتغل معاه، الانتاج المختلف اللي في الفيلم ده، دعم هيئه الترفيه ومعالي المستشار، هو توفيق ونصيب واجتهاد بس مش اكتر يعني.